من امبارح واحنا بعد ما زعنا لحضراتكم 19 كانوا مبشرين بالامانه ولهذا الحوار 19 شخصيه اللي تم اختيارهم كاللجنه، معرفش بقى اسمها لجنه الفنيه ولا الامانه الحرات، يعني ايا كان مبروك عليهم 19 امين 19 امين. يعني بعد ما قلنا وبعد ما كلمنا امبارح طبعا في ردود فعل كتيره حول هذه الاختيارات، احنا طبعا للمره الثانيه والثالثه والرابعه يعني طبعا احترام لكافة الشخصيات، ولكن احنا بنتكلم على النسب السياسية. يعني انا شخصيا لما عرفت ان في 4 اساتذة بجامعة القاهرة اكاديميين قلت لا، لما عرفت ان في 8 أو 9 صحفيين، يعني هم 19 9 صحفيين نصهم صحفيين واعلاميين، قلت لا ما ينفعش، فقط واحد حقوقي الاستاذ نجاد برعي، فقط واحد رجل اعمال. من حيث الكم او الكيف في خلل، وكان احنا امبارح شرفنا بمداخله من دكتور ايمن نور عشان برضو يقول رايه، فالانطباع اللي كان موجود فعلا ان هناك يعني قدر كبير من عدم برضو الحماس لتشكيل اللجنه. والاستاذ حنين صباح هي كان له راي والاخر عن هذه اللجنه، وقال الاعلان عن تشكيل الامانه العامه للحوار الوطني لمجلس الأمناء هو خطوة إيجابية جادة على طريق بدء الحوار بما يشمل هذا التشكيل من تنوع في الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر. أدعو لسرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسؤولة بشكل كامل عن إدارة الحوار الوطني وتحديد جدول أعماله والقضايا المطروحة للنقاش ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين وصياغة وإقرار نتائج وتوصيات الحوار، وآمل أن تشهد الأيام المقبلة بنفس روح التوافق والانفتاح اتفاقا على اسم أمين عام أو عدد من الأمناء استكمالا للمشاورات الجارية وتفعيل ما اتفق عليه من إفراج عن دفعات كبيرة من سجناء الرأي كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطني. إذن الأستاذ حمدين صباحي يرى أن في هذه الخطوة خطوة إيجابية، مجرد تشكيل ملامح للأمانة الفنية فده شيء كويس، ولا يزال بيطالب برضو بالإفراج عن بعض سجناء الرأي. وهذا على فكرة كثير من السياسيين تنوعت آرائهم ما بين الترحيب ما بين الشرطات ما بين أيضا الانتقادات.